كلمة خشبته يا الزقة أوضح. شوف لي عند الدخنة بجوز حدا يمرق من أسد الدخنة تبعها. زول زول بس شو تمام. شوف لي هون عند الدخنة هون عند النار رجع له خلي هذيك الشغل بهالشكل. لا هو ما مشى عن مخه بس عيني على السيارة الزرقاء وأضربها يا شباب نسجل والله جابه باذن الله. عم تدور على المفرق تمام استنى شوي روح الله اكبر خذ الشيء بعده جاوب
خليها كم عليك انت خليها 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 حطها يا شوف وين صار حطها على السريع جوله ورا جوله ورا ضبطها نشوف الباب اذا فات هون ولا لا خليها خلينا نشوف اطلع يا ابن الكلب اطلع مد راسك بس ان شاء الله بنحسبها لك وسجلها خلي واحد يحط لي على السريع لانه شو بدي معنا شو رجعي انه شو بدي هون رجعت هيك اشوف فين عم ترجع مد راسك مده جوز الدور فوت لهون ما بسترجو أجبن من هيك عشرين ثلاثة 2012 مدينة دوما اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأمن جمعة تدخل عسكري فوري سلاح بإيد الكلب بيجرح طلع لك طالع رأسك لا ما في منه لهني لا ما لا 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 أبداش في منه لهني ما لا طالع رأسك نجاب بسهولة حدد عسكر الشركة ما في شركة ما هو قطع الأسر عسكري لا مطابع عند الحاجم اليوم الله حيوصى لا ضب عليه خليه نزلك كلبه علي جيبه جيبه لو انا لا بدل القاذف اللي جاي هات لي القاذف نزلك الدبابه انا القاذف قال لك خليه يعني انا القاذف طيب الناس اللي انا دول أكيد هلا بدهم يروحوا على عشرين ثلاثة 2012 مدينة دوما بعده خليه يشوف خليك مثل ما انت خليك مدنيات لا خليك خاد مدنيات لا مدنيات
عم يستعملوا الارتجاع من الدولة هذا منفع غيره ها مدني اه مدني ما كل دخول بسم الله نعم شوي بس خطوا 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 يا شباب يا شباب رجعوا له يا شباب يا شباب جاي يا شباب هذا دشروا هذا دشروا اجل بس مشكلة عليها جدا ايش عليها طب ايش عليها قلنا شي شعره يا شباب قلنا شي شعره من هون يا شباب بسم الله الله اكبر اول حمد انا اقطع اقطع من بس خليك عسكري هذا راس عسكري 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 يا ولد عمي معه رشاش عسكري طقه 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 على راس الدبابه يا اللي واقف لساته بس انا بسرعه جاوب معك جاوب معك سريع عبي عبي على السريع جاوب 20 3 جمعه تدخل عسكري قعد له صبر على شيلك العاليه ها ما بدك تجرب 2 1 والله 2 2 بس ده شيء يلا يا حرق شباب عاوز النرفي النرفي لا قدامك في بوريه خد عليه خد عليك يا بي مين لساته قاعد ايه باين يحرق شارب على الكلب هلا قاعد قفل الدولار كيف شو دوما 20-3 2012 تدخل جمعة تدخل العسكري اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي خلني تبع القاضي استنى شوي خلني يطلع